نعم. سائلة تقول: جاء شهر رمضان وأنا حامل ولم أتمكن من صيامه وحال علي الحول ولم أتمكن من قضائه لأن الطفل كان صغيرا معتمدا علي في الرضاعة، فهل علي القضاء فقط أم القضاء مع الكفارة؟ جزاكم الله. ليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها إثم لأنها لم تترك القضاء مع القدرة عليه، بل هي معذورة، فمتى قدرت قضت بدون كفارة.